اتق الله في اليقظة واعلم أن ليس كل رؤيا تفسر. تحياتي لكم أصدقائي، أصدقاء قناتنا، قناة تيتا شو. نتكلم النهاردة في موضوع عن إمام أهل التأويل، الإمام والعلامة ابن سيرين. كان يسأل عن 100 رؤيا من تفسير القرآن الكريم فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول للرائي أو للسائل له: اتق الله وأحسن في اليقظة، فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم. كما كان يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيبه بظني، والظن يخطئ ويصيب. هذه مقولة ابن سيرين. يعني تعال مع بعض نشوف تفسيرات كلمات معينة ورموزها ودلائلها من القرآن الكريم، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. أولا الرائي، حط إيدك على الرؤية وعلى المهم منها أو الرمز الذي تراه يرمز إلى أمر من أمور الواقع، مثل ما يتعلق بالبشارة أو النذارة أو التنبيه أو المنفعة في الدنيا أو في الآخرة، ثم اطرح ما سوى ذلك من حشو أو خلط أو أمور لا تعنينا ولا تنتظم الحياة بها. تعالوا بقى بعد كده نحلل الكلمات اللي هنلاقيها في الرؤية طبقا للقرآن الكريم. عندما نعرض الرؤية على كتاب الله قد نجد تأويلها في بعض آياته، مثلا اللباس الجديد قد يكون بشرى بزواج. ليه؟ لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما قد يكون الحبل تعبير عن العهد لقوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله. أيضا السفينة، السفينة تعبر بالنجاة لقوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. والخشب أو الخشب يعبر بالنفاق لقوله عز وجل: كأنهم خشب مسندة. تاني الحجارة تعبر بالقسوة، الحجارة تعبر بالقسوة. ليه؟ لقول الله تعالى: هي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد قسوة. الطفل الرضيع في الرؤية يعبر بعدو لقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا. الرماد تعبر بالعمل الباطل، الرماد تعبيره العمل الباطل لقول الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. والماء تعبيره فتنة، الماء تعبيره فتنة لقوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. أكل اللحم أيضا النيء، أكل اللحم النيء يعبر بالغيبة، يعبر أو يعبر بالغيبة لقوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أما النعاس فيعبر في الرؤى بالأمن لقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة منه. والبقل والقثاء والفوم والعدس والبصل يعبران لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه، استبدل شيئا أدنى له بما
هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، لقول الله تعالى في ذلك: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ صدق الله العظيم. الشجرة الطيبة تعبر في منامنا أو في رؤانا بالكلمة الطيبة، والخبيثة بالكلمة الخبيثة، لقوله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. أيضا البستان يدل على العمل، البستان في الرؤى يدل على العمل، واحتراقه دليل على حبوطه، دليل على حبوطه، لقوله تعالى: فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت. البيض تعبير عن النساء، البيض تعبير عن النساء، لقوله تعالى: كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. وكذلك اللباس، لقوله تعالى: هن لباس لكم، كما قلنا سابقا. والنور تعبير عن الهدى، النور تعبير عن الهدى، والظلمة في المنام تعبير عن الضلال، النور تعبير عن الهدى، والظلمة تعبير عن الضلال، لقول الله عز وجل: يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. اتكلمنا مع بعض في الفيديو عن بعض الكلمات وتعبيرها أو تأويلها كما جاءت في القرآن الكريم، وإن شاء الله نكمل معاكم باقي التعبيرات كما جاءت في الحديث الشريف في الفيديو اللي جاي. تمنياتي لكم دائما وأبدا بأن تروا الرؤيا الصادقة الصالحة في وقتها لتنالوا خيرها وبرها. اللهم آمين يا رب العالمين. تيتا شو بتحيي أصدقائها وبتقول لكل اللي ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل، ويقول لي رأيه في التفسيرات الجديدة اللي بننشرها وفي الفيديوهات الجديدة في التعليقات. مستنية آرائكم، ومستنية حتى لو كانت مخالفة يا ريت أعرف آرائكم في تطوير القناة، وإن شاء الله دايما وأبدا استنونا مع بعض، هنجيب دائما الجديد والمتجدد. وتحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتا شو، تحياتي.